السلام عليكم، أهلا وسهلا مرة تانية مع قناة My Own Teacher. اليوم رح يكون معنا تكملة الدرس Living and Non-Living Things، الجزء الثاني Part 2 لمادة Science Grade 3. قبل ما نبدأ حابة أذكركم لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد باختيار الكل أو all، عشان يوصلكم إشعار لما ينزل الفيديو. هنبدأ الجزء الثاني من الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في Part 1 تكلمنا عن Natural Things and Human Made Things، وحكينا عن الـ Characteristics of Living Things. خلصنا Living Things Grow، تنمو. Living things need food and water، الحاجة إلى الغذاء والماء. Living things feel and react، الاستجابة للمؤثرات والشعور. Living things breathe، عملية التنفس عند الكائنات الحية. هذا الجزء إن شاء الله رح ناخد Living things move، الكائنات الحية تتحرك أو الحركة. Living things reproduce، التكاثر عند الكائنات الحية. Living things grow older and die، النمو لمرحلة العجز والموت، نهاية الكائنات الحية. Point 5. Living things move. Living things move. Animals move from place to place in search of food and shelter، or to run away from their enemies. الكائنات الحية بتتحرك مثلا مثل الحيوانات، تنتقل من مكان إلى مكان بحثا عن المأوى والغذاء، أو إنها تهرب من أعدائها. Different animals move in different ways. الحيوانات مختلفة بتمشي بطرق مختلفة أو بتتحرك بطرق مختلفة. Humans, lions, cows, etc. walk with legs. الإنسان، الأسد، البقر وأنواع مختلفة تانية من الحيوانات تستخدم الأرجل لعملية الحركة. Insects and birds fly with wings. الحشرات والطيور تستخدم الأجنحة في عملية الطيران. Fishes swim with fins and tail. الأسماك تسبح باستخدام الزعانف والديل. هون عنا صور توضيحية بالنسبة للأجنحة في الحشرات. مثلا أسد عنده أرجل وعم بطارد حيوان الزيبرا عشان يمسكه. A fish swims with the help of fins and tail. قلنا fins اللي هي الزعانف وtail اللي هو الذيل. Plants do not move from one place to another. النباتات ما بتتحرك من مكان للتاني. They are fixed to the ground. مثبتين في الأرض. Some plants show a little movement in their body parts. بعض النباتات بتظهر حركة بسيطة في أجزاء جسم النبات أو تكون النبات. The touch me not plant closes its leaves when we touch it. النباتات المسمية بأنه لا تلمسني بتسكر أوراقها لما بني آدم بلمسها، فعلى طول بيكون في ردة فعل وبتغلق الأوراق. The sunflower always turns towards the sun. زهرة الشمس دائما بتدور أو بتتبع بتتحرك في اتجاه ضوء الشمس. Lotus flower opens in the morning and closes at night. عندنا كمان زهر اللوتس بيكون مفتح في الصباح وبالليل بتسكر أوراقها زي ما موضح عنا هون في الصورة. So some plants show movements. بعض النباتات بتظهر بعض الحركات البسيطة.
Does your doll move on its own? هل دميتك تتحرك من مكانها لحالها؟ No, أكيد طبعا. Non-living things do not move on their own. الأشياء غير الحية لا تتحرك من مكانها أو لا تنتقل من مكانها بذاتها. لازم شخص يحركها، ينقلها من مكان لآخر. Living things reproduce. الكائنات الحية تتكاثر. All living things reproduce young ones like themselves. الكائنات الحية تتكاثر عن طريق انه بتنتج كائنات حية صغيرة تشبهها. Insects الحشرات, birds الطيور, and some other animals وبعض الحيوانات like snakes, crocodiles, and frogs lay eggs from which babies come out. بعض الحيوانات مثل الثعبان, التمساح, الضفادع بتبيض أو تضع البيض, أوكي, وبعديها هذا البيض بيخرج منه صغير الحية أو صغير التمساح أو الضفدع. Animals like dogs and cats give birth to young ones. الحيوانات مثل الكلب والقطة تلد البيبي تبعها. Dogs have puppies. Cats have kittens. And human beings have babies. Plants produce seeds. النباتات بتنتج البذور. New plants grow from seeds or from other parts of the plants like stems, roots, or leaves. النباتات تنمو من البذور أو من أجزاء أخرى من جسم النبات مثل الجذع, الجذور أو الأوراق. So living things reproduce. معناته بنستنتج إنه الكائنات الحية تتكاثر. Can your doll or toy reproduce? هل دميتك أو اللعبة تقدر تتكاثر؟ No. Non-living things do not reproduce. Non-living things do not reproduce. الأشياء غير الحية لا تتكاثر. زي ما موضح في الصورة, A cat gives birth to kitten. القطة تلد قطط صغار أو صغار القط, صغير القط. Human beings have babies. الإنسان بيكون عنده طفل رضيع. Plants grow from seeds. بذرة تنمو منها النبتة. Number 7. Living things grow older and die. الكائنات الحية تكبر أكثر لمرحلة العجز, بيكون شخص عجوز, and die, توصل مرحلة الموت. Every living thing has a definite period of life. كل كائن حي له فترة محددة من الحياة. This is called life span. هاي تسمى فترة الحياة. After completing their life span, all living things die. بعد ما تنتهي فترة الحياة, الكائنات الحية تموت. For example, مثال, a housefly has a lifespan of 1 to 4 months. الذبابة housefly عندها فترة حياة من شهر إلى 4 أشهر. And human beings have an average lifespan of 65 to 70 years. الإنسان عنده تقريبا, طبعا بشكل تقريبي, إنه فترة الحياة بتكون ما بين 65 ل 70 سنة. Plants also have definite lifespans.
كمان النباتات عندها فترة حياة محددة أو دورة الحياة تبعتها. Non-living things do not have any life span. Hence, they do not die. الأشياء غير الحية ليس لديها فترة حياة. Do not have any life span. ولذلك فهي لا تموت، يعني لا تنتهي دورة حياتها بالموت لأنه ليس لديها دورة حياة. هيك بنكون خلصنا الدرس ورح ناخد الكي ووردز. أول شي عنا gills اللي هي الخياشيم، breathing organ in fishes. Breathing organs in fishes اللي هي الخياشيم اللي هي جهاز التنفس للأسماك. Lungs الرئتين، breathing organ in human and some animals اللي هو الجهاز التنفسي في البشر وبعض الحيوانات. Reproduce اللي هو عملية التكاثر أو إعادة الإنتاج. To produce young ones of one's own kind يعني إنتاج نسل آخر من نفس النوع. Sense organs اللي هي أعضاء الحس. Organs that help humans and animals to feel the changes around them اللي هي الأعضاء اللي بتساعد البشر والحيوانات على الشعور بالتغيرات من حولهم. آخر واحدة معانا ستوماتا اللي هي الثغور. Tiny holes in leaves through which plants breathe. إذن هي ثقوب صغيرة في الأوراق من خلالها بتتم عملية التنفس. بهيك بنكون خلصنا الدرس، وطبعا إذا عندكم أي أسئلة فيكم تحطوها بالكومنتس، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس، وإذا بدكم تضغطوا على البلاي ليست عندكم على اليسار بتشوفوا الجزء الأول وبتشوفوا الأجزاء القادمة إن شاء الله. وشكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم.